على المجتمع تيجي شكلينا، ولكن اليوم بينتو بينا كاين واحد حسن نية، وبينا راكم خدامين للمصلحة العامة ديال مدينة قنيطرة وديال المواطن. وهادشي كلو اللي غادي فيه تبارك الله اللي غتقنوه ويعطوكم حقوق ديالكم ويستافد منكم المواطن، راه هذا هو الهدف، ديال ساكنة قنيطرة. ونتمناو هادشي يدار على الصعيد الوطني ويتقنن هادشي، ويولي مول السائق يولي عنده الامتحان ديالو، يولي عنده بابي كونفيونس ديالو، وتعاونوا مع بعضياتكم وما يبقاوش هاد الصراعات، باسكو هاد الصراعات تضر المواطن، ما تضر القطاع كقطاع، ولكن تضر المواطن، باسكو المواطن هو اللي مستافد من هاد الخدمات ديالكم. إلا كانوا جيدة راه مستافد، إلا كانوا مضاعفين راه غيضر المواطن قنيطرة، وقنيطرة راه فيها 700,000 نسمة، وراه كنا خاصنا نتعايشوا مع بعضياتنا ونخدموا المصلحة العامة ديال مدينتنا. وتبارك الله عليكم هادشي اللي غادي فيه، ولا كان هادشي غادي بنيه حسنه غتمشيو بعيد، وانتوما اللي غتفرضوا كيفاش غتسيروا المدينه وكيفاش غتقسموا المدينه وكيفاش غتعاونوا مع الساكنه، باسكو انتوما محتاجين الساكنه والساكنه محتاجاكم، تنكملوا بعضياتنا. حنا كمجتمع مدني الا كان الحق راه غنمشيو معاكم، الا ما كان الحق راه غنشكيو، ولكن حنا ما جيناش نشكيو، جينا ننميو. نتمنى بنا تتفقوا بيناتكم ويبقاوش هاد الصراعات، وهاد الصراعات ماشي في المصلحة ديال المواطن وماشي في المصلحة ديال السائق. نتمناو بنا يفتحوا لكم الباب ديال بيرمي دو كونفيونس ويقول الامتحان، واللي استحق. أنا ماشي ضد واحد خرج له الخاتي يعاود يسوق، إلا عنده الحق قانونيا في المغرب قبل واحد السن مازال ما وصلوش، إلا بغى يسوق الطاكسي حقه يسوق الطاكسي، من حقه، ولكن خاصو أولا الساكنة ديال قنيطرة تساندكم، وانتوما تساندوا ساكنة قنيطرة، باش كل واحد يلقى اش باغي منكم وانتوما اش باغيين منا. ونتمنى لكم التوفيق وشكرا على الاستضافة، والسلام عليكم.